أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. عندي رسالة والله ودي أوصلها من زمان وهي تحرق في خاطري، بس جاءت اللحظة الحين اللي قلها. يعني موضوع كبير والله، مو صغير. فاتح هذا الشيء، تمام، اللي هو نتفليكس. نتفليكس في آخر 7 شهور صار شيء خطر. ما حقول على انتبهوا لعيالكم الصغار وبناتكم الصغار وخواتكم الصغار، انت انتبهوا. صار والله برنامج لعرض افلام اباحيه بدون رقابه بدون اي حاجه كذا عادي. فاتمنى انكم تنتبهون، خصوصا لعيالكم الصغار سواء بنات او شباب. الوضع صاير اوفر اوفر اوفر، ورسائل اخيس واخيس قاعده تركب وتوصل للناس من وراء هذه الافلام والمسلسلات اللي قاعد تعرض. ف رسالتي واضحه، اتمنى انكم تروحون تشوفون بنفسكم. يعني لما يقول لك ولدك انا عندي نتفلكس، اشير الى القمر والاحمق ينظر الى اصبعي. الناس قاعده تلك الموضوع، قاعد تعدل لي السبلنج حق نتفلكس. ترى الموضوع طيب طز فيه. طيب اوكي ماشي. واللي يحب المسلسلات والافلام ويبغى يطالع، امانه ما جربت الى الان، بجربه. لكن شيكوا على بوب كورن، يعني بوب كورن كثير ناس جاوني يمدحوا لي هذا. اذا انت تبغى افلام، هذول الخمة بعد ما يشوفون ان الناس قامت تلغي اشتراكاتها وتقل مبيعات، شو مبيعاتها الزبدة اشتراكاتها، بيبتدون يتسنعون جد جد. يعني لا تستهزئون بسالفة التكاتف، بإمكاننا نحكم العالم والله العظيم. افهم الفكرة حقتي، يعني مو بس نحكم نتفليكس في حال تكاتفنا، يعني صدق في حال سحبنا عليهم ووقفنا اشتراكاتنا. ترى يبان عندهم، يعني نتفلكس ترى في السعودية في الشرق الأوسط شيء، ترى في أوروبا شيء، في أمريكا شيء. الشاهد فلما يشوفون أن في الشرق الأوسط أو في الخليج قاعد يصير في نزول في المشاهدات أو نزول في الاشتراكات بسبة القذارة اللي قاعدين يقدمونها. لما أقول قذارة أعني قذارة مش بس أشياء يعني إباحية، لا لا، قذارة حرفيا. يعني اللي شاف يعرف شو أقصد. شاهد لما يشوفون هذا في نزول بيبتدون يتسنعون. نقدر نسوي اي شيء نبغاه في العالم، بس يبغى لنا والله جد يدي وكيب يدي. اسحب عليهم، لان يعني انا والله بخلص الفيلم ده وبعدها ورب العزه الغي، بشيل الماستر كارد حقي عشان ما يجدد. وهنا هنا عاد كلام كبير والله، واسالوا اللي تبغونه بالكلام اللي بقول لكم اياه. انا الحين بقول لك يا غبي، كل يوم بقابلك يا غبي، وكل ما اشوفك يا غبي، وبعايرك يا غبي، وما بين كلمه وكلمه يا غبي. لا مو كذا يا غبي، يلا يا سوي كذا يا غبي. والله الا ما يطقك الغباء مع الوقت، الا ما تتاثر، الا ما تضعف شخصيتك، الا ما ازد الكلمه هذه بتاثر عليك. فاللي ابي اوصله ان الاشياء هذه اذا انت قاعد تشوفها يوميا وبتقول خلنا نشوف، طيب خلنا نشوف، والله بتشوف هذا، بتشوف اللي بعدك، تلاقي نفسك متاثر باي رساله، باي شيء قاعدين يقدمونه لك. بتلاقي نفسك متأثر فيه، ولا تستهزئ بالكلام اللي قاعد أقولك إياه، واسأل اللي تبغاه. أي لفظ، أي وصف أقدر أوصفك إياه لو أعيد لك إياه كل شوي وأسميك فيه وأعايرك فيه وأوصفك فيه، إلا ما تصير كذا مع الوقت. يا رب وصلت رسالتي.